طيب نروح لملف إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني وملف العلاقات المصرية الإيرانية وما يحدث في إيران. وقد توقفنا بالشرح والتحليل قبل كده عن تداعيات طبعا سقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته عبد اللهيان والمجموعة التي معه. وبالأمس كان مراسم الجنازة بدأت بحضور المرشد الأعلى. وكمان امبارح وزير الخارجية سامح شكري كان توجه لطهران عشان يشارك في عزاء الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي اللي توفي في حادث الطائرة يوم الحد الماضي. والحقيقة أن السيد سامح شكري خلال زيارته الأولى لإيران التقى بالقائم بأعمال رئيس إيران السيد محمد مخبر اللي أكد فيها على تصريحات مهمة جدا وهي الرغبة الإيرانية في إحياء العلاقات وتنميتها وتعزيزها بين مصر وإيران. وقال أنه ده هيستمر بقوة في الفترة القادمة. طبعا العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران كانت اتقطعت في سنة 79 ولكن استؤنفت بعد مرور تقريبا 11 سنة وكانت في منحنى صعود وهبوط طوال السنوات والعقود الماضية. شهدت محاولات تقارب عدة يمكن آخرها محاولات تقارب اللي كانت بالمناسبة مع لقاء الرئيس أيضا مصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. فخلينا نشوف يعني التوقعات أو رؤيتنا للعلاقات المصرية الإيرانية في الفترة القادمة على ضوء أيضا زيارة سامح شكري الأولى إلى طهران والتصريحات الإيجابية من الرئيس الإيراني. وبينضم إلينا الدكتور محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا بك يا دكتور. أهلا. لو رصدت مع حضرتك كده منحنى العلاقات المصرية الإيرانية منذ طبعا قيام الثورة الإيرانية، لو توصفه لنا في محطات وصولا إلى اللحظة الراهنة تقول لنا إيه؟ معلش أول بس يعني مجموعة كلمات ما سمعتهاش، ممكن حضرتك يعني لو حضرتك طبعا توصف لنا محطات المهمة في مسيرة العلاقات الإيرانية المصرية منذ قيام الثورة الإيرانية وبداية تدهور العلاقات وحتى اللحظة الراهنة، إيه المحطات الرئيسية نتوقف عندها؟ عظيم. هو طبعا هناك محطات مهمة جدا وهي محطات يعني لا يعرفها إلا من درس هذه الفترة باستفاضة يعني. ومن حسن الحظ أستاذ حسام، ده سؤال مفاجئ من حضرتك ليا، إن ده كان موضوع رسالتي للماجستير. يعني أنا مكست 7 سنوات تقريبا لا أبحث في أي شيء إلا فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإيرانية في أيام الثورة الإيرانية، وطبعا العلاقات ما بين الشاه والخميني وما إلى ذلك، وعفوا ما بين السادات والخميني وما إلى ذلك. الذي لا يعرفه البعض، وده أنا بأكده حضرتك بالوثائق والمستندات اللي معايا، إن مصر كانت من أوائل الدول في عهد السادات التي بادرت واعترفت بالحكومة الإيرانية بعد رحيل الشاه، على عكس ما يتصور البعض، بل إن قطع العلاقات جاء من جانب إيران وليس من جانب مصر. الأسباب بقى المعروفة للجميع اللي هي كان بديفيد وعلاقات السادات بالشاه وكلام من هذا القبيل، واستقباله للشاه ودفنه في لكن مصر. في البداية مصر بادرت بالترحيب بالحكومة الإيرانية الجديدة وأرسلت حتى السفير المصري في طهران مبعوثا على رئيس الوزراء باعتراف مصر بالحكومة الإيرانية الجديدة، لكن إيران وقتها لم تقبل هذا الاعتراف المصري، بل إن الخميني في هذا اليوم يعني أصدر بيانا بقطع العلاقات مع مصر في نفس اليوم الساعة 5 مساء. دي كانت مرحلة. المرحلة الثانية بعد ما الخميني توفي وجاء مكانه المرشد الحالي اللي هو إبراهيم اللي هو علي خامنئي سنة 89، بدأ نوعا ما يدرك أهمية وجود علاقات مع مصر بحكم أن مصر أكبر دولة عربية وإسلامية في الشرق الأوسط، صاحبة أهم يعني أهم جيش، أكبر جيش، الجيش الأكثر جاهزية، كلام من هذا القبيل. فبدأ نوعا ما يعني يهدئ الأجواء مع مصر نوعا ما، حتى العلاقات عادت في سنة 90 تقريبا. ثم العلاقات استؤنفت مرة أخرى على مستوى السفراء سنة 93، لكنها قطعت بعد عدة أشهر، بعد شهور قصيرة جدا، نظرا لأن إيران لم تلتزم بالخط السياسي المصري. وقتها السفير الإيراني في مصر يعني قال تصريحات غير لائقة وكلام من هذا القبيل،
فتم ابلاغه انه شخص غير مرغوب فيه ويعني غادر البلاد. ومن وقتها حتى الان السفاره الايرانيه او ما يعرف بمكتب رعايه المصالح الايرانيه يقوم عليه شخص اسمه مدير مكتب رعايه المصالح الايرانيه. يعني ليس قائم بالاعمال وليس قنصل وليس دبلوماسي حتى بدرجه سفير او مستشار او ما الى ذلك. لكن لاحظ ان في عام 2003 في عهد الرئيس محمد خاتمي العلاقات المصريه الايرانيه كانت قاب قوسين او ادنى انها ترجع وتعود، لان الرئيس محمد خاتمي فعل كل ما يمكنه لاعاده العلاقات مع مصر واستجاب لكل اضطرابات المصريه. وحتى وزار القاهره اكتر من مره متهيألي، وكان دي حوار مع المثقفين زار القاهره بعد ان غادر السلطه. بعد ان غادر السلطه فعلا. زار القاهره في 2006 وهو غادر السلطه في 2005. والتقى الاستاذ هيكل وقعد معاه في منزله الريتي في برقاش وكلام من هذا القبيل. هذا معروف يعني. لكن هو قابل الرئيس مبارك في جنيف في سويسرا على هامش احدى المؤتمرات، يعني احد المؤتمرات. وكسر كل البروتوكولات الرسميه ونزل من غرفته واستقبل الرئيس المصري محمد حسني مبارك امام باب الفندق في الصقيع وفي الثلج وقتها في جنيف. يعني في ذلك الوقت حتى الدكتور مصطفى الفقي كشف في تصريحات مشهوره قوي ان هو تلقى رساله من الوزير الخارجيه احمد ماهر بان هو يخرج في احدى القنوات ويعلن عوده العلاقات المصريه الايرانيه. انا سمعت التصريحات دي من الدكتور مصطفى فعلا. مظبوط، لكن لاسباب تتعلق بالداخل الايراني حسب تضارب في التصريحات. تضارب احنا بنسميها في العلوم السياسيه الاثنينيه او الازدواجيه، او في خطين سياسي يعني في البلد. خط سياسي دبلوماسي اللي هو الخط الناعم، والخط الاخر متعلق بالحرس الثوري وما الى ذلك. ثم في 2011 بعد الثوره المصريه ثوره يناير خامنئي خرج والقى خطبه شهيره جدا باللغه العربيه موجهه للشعب المصري، وهاجم فيها الرئيس مبارك ورحب فيها بالثوره وكلام من هذا القبيل. في عهد الاخوان طبعا العلاقات شهدت دفعه كبيره، ثم انقطعت العلاقات بعد رحيل الاخوان. اللي انا لاحظته شخصيا في عهد الرئيس السيسي ان العلاقات بدات تتخذ شكل مشكلة الحكمه ما بين الجانبين. كل طرف من اطراف مصر وايران بدا يدرك تماما اهميه الطرف الاخر في المعادله الاقليميه، وهذه المعادله تكللت بشكل من اشكال التهدئه الشديده جدا بين مصر وايران. ثم هذه التهدئه وصلت الى مرحله بقى اللقاءات المباشره ما بين وزراء الخارجيه، ثم زي ما سيادتك تفضلت القمه المصريه الايرانيه على هامش القمه السعوديه القمه الاسلاميه العربيه في السعوديه، ودي كانت اول قمه من نوعها ما بين رئيس مصري معتبر يمثل الشعب المصري. طبعا انا بستثني فتره محمد مرسي واحمد نجاد، لان محمد مرسي يعني لم يكن يمثل قطاعات كبيره من الشعب المصري، وانت عارف مفهوم طبعا. مفهوم. فانا بعتبر تصريحات الدكتور مخبر بقى مع وزير خارجيه سامح شكري اعتقد انه تحمل قدر من التفاؤل للقادم في العلاقات. هو هذه التصريحات كانت داله جدا لاعتبارين اساسيين. اول اعتبار ان تصريحات تاتي على هامش تقديم واجب العزاء، ما يعكس الرغبه الايرانيه الجارفه في عوده العلاقات مع مصر، لان من المتعارف ان هذا واجب عزاء المفروض يتلقى العزاء ويعني يرحب بالضيف وكلام من هذا القبيل، لكنه استغل المناسبه بشكل جيد. حرص على استثمار وجود وزير خارجيه مصري لاول مره منذ 45 عاما في ايران، ويفاتحه في هذه المساله التي يفاتح فيها الايرانيون المصريين باستمرار. فعشان كده انا متوقع ان بعد انتخاب اول رئيس اللي هو الرئيس اللي هينتخب في اغسطس المقبل هذا، اتوقع ان يكون هناك قمه مصريه ايرانيه على مستوى رفيع اما في القاهره او على هامش اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده في سبتمبر. واتصور ان القياده المصريه الان حكيمه بما يكفي، والقياده الايرانيه ايضا بدات تكون حكيمه بما يكفي حتى يتم احداث اختراق على اعلى مستوى ما بين البلدين. جميل جدا، انا بشكرك طبعا دكتور محمد محسن ابو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسه الايرانيه.